السلام عليكم شباب، إن شاء الله تكونون بوضعية جيدة ومجاوبين بامتحان زين. اللي يدخل يدخل. عم الدراسة شنو؟ أهم شي النوم. تمام. بالنسبة لكم شنو راح نعطيكم اليوم كمادة عنية؟ عن البروتينات. البروتينات ذاك الأسبوع أخذت الليبيدز ويا دكتورة مثال. دكتورة بس مقدمة. بس مقدمة. أنا اليوم يعني هو راح أعطيكم مقدمة البروتينات والأمينو أسيد والبروتينات، يعني راح نركز على أهميتها بالمجال الطبي، يعني ليش إحنا ندرس البروتينات كطلاب طبية. راح أعطيكم أيضاً مقدمة such as the classification of protein, the structure of protein وهاي الأمور اللي متعلقة بالبروتين. بعدين نتكلم على الأمور المتعلقة بالأمينو أسيد. بعدين after أمينو أسيد نشرح عن البروتينات شلون تتكون. شباب اوقفوا الشاتينج بيناتكم، هذا جروب ساتر مو بيناتكم، رجاءا عندكم جروب خاص تبدون تتحاكون مع بعض. فالبروتينات من تتكون من الامينو اسيد، ليش هي مهمة البروتينات، فراح نعرف عن هذا الشيء بالمحاضرة اللي اليوم راح نمشيها. بالنسبة لمحاضراتنا الأمينو أسيد والبروتين، هي المقرر اللي موجود عندكم هي 6 ساعات، يعني كل معناته 3 أسابيع، 3 محاضرات all together. فراح نبدي على بركة الله. دكتورة قبل ما تبدين، عفوا. yes. دكتورة يعني هي 3 أسابيع راح يصير يوم 21 بالشهر، يعني ويا الفاينل، يعني هاي شلون يعني راح ناخذها دكتوره؟ يعني نكمل الامينو اسيد والبروتين؟ ليش 1 بالشهر اليوم؟ نعم دكتوره، 8 بالشهر ال 14، يعني 14 مسيره المحاضر 14. دكتوره والليبيد ما راح ناخذه؟ اوكي، يعني على هذا الكلام راح احاول اسويها 4 ساعات لعد أسبوعين. تمام دكتورة. تمام؟ تمام إن شاء الله. إن شاء الله. هو أنتم بلشتوا الكورس الثاني، شو وقت لطفاً؟ صراحة دكتورة بعد العيد مباشرة. يا عيد. عيد الفطر ورمضان. عيد الفطر يعني 12/5، تقدر تقول قول 15/5، 15/6. يعني ما لا دكتورة قبل العيد احنا اخذنا اول محاضرة قبل العيد رمضان. قبل العيد يعني انطيتكم محاضرات صحيح؟ يومين قبل رمضان كانت، شنو بعد العيد؟ صحيح دكتورة. صح لا لا؟ قبل اسبوعين قبل العيد. اي اسبوعين، اللي هي الاسبوعين قبل العيد انا انطيتكم اياها، بلشت بيكم. جف ريقي وياكم 4 ساعات احكي واني صايمة. فقولوا 20/4 دقيقة مدى أشوف المقرر عندكم. 20/4، 20/5، 20/6، 20/5، 20، يعني هذا مو 3 شهور المقرر معكم. أوكي anyway راح أسويها لعد 4 ساعات، راح أركز على المادة بس راح أكون شوية سريعة، اتحملوني وراح تصير المادة مكثفة. agree with me or not؟ تمام دكتورة، بس اكو تسجيل المحاضرة؟ تمام دكتورة. اكو تسجيل المحاضرة؟ لا ماكو تسجيل. دكتورة يا ريت والله تسجليها، والله الدورة مرات يعني مطفو يعني بالمحاضرات، يعني بالتجربة ذيك المحاضرة نمت، يعني كنت تعبان ونمت وراحت على المحاضرة، هسه ما ادري شلون اقراها، ترى مو بكل المحاضرات نقدر نركز. ادري والله ادري، بس هو هسه الصبح بعدنا، يعني شنو نطفي لو ما نايمين الليل؟ دكتوره لا هسه والله دكتوره 4 ساعات الساعه 8 بالليل،
راح اسجل وتكون اوكي راح اقبل انه اسجل لان راح اختزل المحاضرة اسبوعين. بس ممكن مزيد من خيارات اوكي تسجيل الاجتماع. بس لطفا يعني المناقشة راح كل واحد يخلي يعني ما احد يقاطع يعني راح اشرح فد 15 دقيقة وانطي مناقشة الاسئلة 3 دقائق الى 5 دقائق. تمام دكتورة تمام. تمام فبهاي الفقرة انه نبدي نناقش حتى لا ينقطع التسجيل وتصير التداخلات كلش كثيرة لان ما اريد على ود التسجيل وتحميل يصير صعب. تمام؟ تمام دكتور. تمام على بركة الله. موافقين على التسجيل شباب؟ بدأ. تمام دكتور. بالنسبة للأمينو أسيد أمينو أسيد is are the organic compound the building unit of a protein on genetic codes. Protein are polymers of amino acid linked together by what is called peptide bond. شنو هي الأمينو أسيد؟ ويا يا شباب؟ نعم دكتور. لا مو غلقت هاي خفت لا راح شو اسمه راح المشاركه مالتكم او اللي سديت الجروب. فهنا الامينو اسيد هي مجموعه من المركبات العضويه اللي شنو الغرض منها؟ هي الوحده التركيبيه الوحده الصغيره للبروتين. فهاي البروتينات هي مفيده لنا بالانزيمات مفيده لنا بالار ان اي الدي ان اي اللي هي جينيتك كود. فهذا هو الستركتشر للامينو اسيد بصوره عامه بالنيتشر كومبرايز 20 امينو اسيد جوينينج وذ ذيم ان ماني ديفرنت كومبينيشن اند سيكونس. فهنا يعني هاي الامينو اسيد بالصوره الموجوده بالاعتياديه الستاندر امينو اسيد هي 20 امينو اسيد ترتبط مع بعضها بجينتك معين فهذا يميزها بسيكونس معين وكومبينيشن معين وتسلسل الحوامض الأمينية تختلف من إنزام لإنزام من بروتين لبروتين. فهذا اللي يقدر يميزها بس اللي هي الستاندر 20 أمينو أسيد راح نذكرها لاحقا. The structure of amino acid is consist of four groups. These four groups as shown in the figure the standard group is كاربوكسيليك جروب وامينو جروب. اوكي هاي ستاندر كل امينو اسيد موجوده هاي الجروبات بيها. الديفرنت جروب اند يعني اللي تقدر تميز امينو اسيد عن الاخر هي الاتش جروب والار جروب. احتمال الاتش جروب ايضا تتكون من يعني تختلف بس راح يميز ايضا الامينو اسيد عن الاخر هي الار جروب. فراح تكون مختلفة بها. فهنا عندنا تكون ثابتة هنا ثابتة هنا ثابتة أكثر الأحيان بس المختلفة مجموعة الآر اللي هي تكون أما بنزينية أو ألكيلية متسلسلة متفرعة متشعبة. فراح نقدر نسمي الأمينو أسيد حسب طبيعة الآر جروب. There are many classification of amino acid. توجد عدة تصنيفات للأمينو أسيد. أما على البولارية القطبية أو على النيتروشنال classification يعني التغذية مالتها أو عن الأسيديتي and الكلاهيسنس القاعدية والحامضية. أيضا عن إذا بها بانزويك ستركتشر أو أليفاتيك. So there is many classification of amino acids. So the first important thing of a classification for the amino acid is nutritional classification. التصنيف اللي نعتمد عليه هو التصنيف اللي نعتمد على النيوتريشنال التغذية.
So the first is classified to three parts: essential amino acid, semi-essential amino acid, and non-essential amino acid. الأحماض الأمينية الأساسية، الشبه أساسية والغير أساسية. So the essential amino acid, these amino acid cannot be formed in the body. يعني هنا هي ما راح تتكون بالجسم بصورة طبيعية. So it is essential to be taking in diet. إذن هي أساسية لتأخذ عن طريق الغذاء. Their deficiency affect growth, health, protein synthesis. إذا صار effect بهاي الأمينو أسيد هنا راح يعني يأثر على ال growth or differentiation of the cells، يعني تميز الخلايا بمرحلة النمو، الصحة وكذلك تخليق البروتين. Half of the amino acids listed cannot be made by human body. اللي هي شنو هاي الأمينو أسيد؟ الفالين، الليوسين، الألوليوسين، فينالألينين، تريبتوفان، ثريونين، لايسين، and ميثيونين. هنا طبعاً أنا اختصرت لكم إياها لأن واحدة من يعني هسه تروحون التسمية الكاملة حتى لا تصير عندكم لغط. فبالنسبة لي تكتبوا ليها بالامتحان تكتبوا ليها كاملة، أنا فقط اختصرتها يومكم. فهاي الاسينشال أمينو أسيد اللي هي تكون البادي ما يقدر يصنعها، the body is cannot created this amino acid. Another subgroup of nutritional classification is semi-essential amino acid. These are formed in the body but not in sufficient amount for body requirement especially in children. هنا بمعنى انه هي يقدر الجسم يصنعها، بس من يصنعها الجسم هي ما كافية حتى يصير الجروث. وهاي المرحلة شو وقت تكون ضرورية بالgrowth of children، مرحلة النمو للأطفال. فبهاي الحالة أيضا لازم يعني يأخذوها كأز supplemented يعني بالدايت، أو ممكن يأخذوها كحبوب أو يعني أشياء إضافية مكملات للجسم. سيميس سينشال أمينو أسيد هي تتمثل بال يعني عندنا two of them اللي هي أرجينين and هستين. They are indicated by the asterisk in the table. These amino acid must be obtained from food we eat. إذا هاي الأمينو أسيد الاثنين نأخذها من الطعام اللي نتناوله. Another subtype of nutritional classification is non-essential amino acid. هاي معناته non-essential، معناته الجسم يقدر يصنعها إذا ما يحتاج إنه نأخذها بالدايت. فبما أنه أخذنا ال طبعاً أنا هسه تصنيفات الأمينو أسيد اللي مشيناها، بما أنه عندنا الهستيدين والأرجينين والهاي الأمينو أسيد اللي شرحناها موجودة هنا، الباقي أمينو أسيد هي موجودة هي تعتبر نون إسينشال أمينو أسيد، فما داعي يعني إنه أكتبها. بس سأعطيكم لستة بالأمينو أسيد بدون تمشوها. These are the rest of amino acids that are formed in the body in amount enough for adults and children. They are the remaining 10 amino acids. باعتبار هنا عندنا ثمانية، هاي ثلاثة وهاي ثلاثة وهاي اثنين ثمانية، وهنا عندنا اثنين عشرة، فالباقي الأمينو أسيد هي تكون النون إسينشال. كلاسيفيكيشن أمينو أسيد اللي هي تعتبر أليفاتك. طبعا هنا الستاندر عندنا أول شيء الجلايسين. الجلايسين هو السيمبل امينو اسيد، معناته الار هو اتش. اذا ارجع للفيرست سلايد فهنا راح يصير الستراكشر مالته هنا نفس المجاميع، وهنا ايضا راح يصير بدل مجموعه الار اللي هو اتش هنا هو ابسط امينو اسيد اللي هو الجلايسين. فبعدها الالينين الار راح يكون سي اتش 3.
طبعا اني ما مطالبين بالستركتشر تحفظوها كل الستركتشرات، احفظوا فقط الاسماء اختصارا للوقت لكم. ايضا برانش تشين امينو اسيد يعني تكون سلسله متفرعه، هي ايضا الفاتيه، عندنا الفالين، الليوسين، الايزوليوسين، يعني ما داعي تاخذون الستركتشر مالته فقط انه معلومات عامه. مثلا الفالين مجموعه الار، احنا قلنا الار اللي هي راح يميز الامينو اسيد عن الاخر، فالار هنا راح يكون ايزو بروبايل جروب، الليوسين راح يصير ايزو بيوتايل جروب، يعني مجموعه الكربون بالار هي 4 كربون، الايزو بروبايل بمعنى ان البروبايل اذا ما فيه بالمرحله الخامسه والسادسه يعني المركبات العضويه بالنسبه لل ايثان ميثان بروبان بيوتان هكسان، فكل واحدة لها عدد معين من ذرات الكربون، فايزو بيوتال هي 4 ذرات كربون، وايزوليوسين اللي هي ايزو بيوتايل جروب ايضا بس بصيغة معينة ما تختلف عن الليوسين. هنا الار بالايزو بيوتال ان بث ليوسين and ايزوليوسين but branched is different. فشوفوا هنا البرانش طبعا بالايزوليوسين البرانش راح يكون على بيتا كربون، بينما الليوسين البرانش راح يكون على الفا كربون. شلون احنا نعرف الالفا كربون عن البيتا؟ بيتا عندنا هنا هو ذرة الكربون الفا او ذرة كربون يصير منها التفرع وضرورية للتفاعل يعني او تفرعات الجروبات تكون الفا، بعدها بيتا اذا صار ذرة كربون اخرى مثلا فرض ان هاي هي ذرة كربون بيتا وبعدها جاما، ف الفا بيتا وجاما، فنمشي التفرعات على هذا الاساس. الهيدروكسي امينو اسيد معناها تستوي على مجموعه الاو اتش، شنو عندنا اثنين امينو اسيد اللي هي السيرين والثريونين، تحفظها فقط هي السيرين والثريونين تحتوي على الاو اتش. السلفر كونتيننج امينو اسيد معناتها تحتوي على السلفر، والسلفر ايضا شلون راح ترتبط مع بعضها هاي ايضا مهمه، عندنا يعني اكو امراض متعلقه بالديفيشنسي اوف سلفر فراح ما راح يكون لنا امينو اسيد، فعندنا السلفر كونتيننج امينو اسيد اللي هي السيستين والميثيونين، هاي فقط الامينو اسيد. طبعا هسه راح نشوف الستركتشرات بالسلايدات لاحقا حتى بس مراجعة أو مرور سريع عليها حتى لا يأخذ من عندنا وقت. أروماتيك أمينو أسيد معناتها إحنا المجموعة اللي قبلها شرحنا الأليفاتيك، يعني اللي ما بيها حلقة بنزين تكون أليفاتيك يسموها. الأروماتيك يعني اللي تحتوي على مجموعة بنزين أو حلقة سداسية اللي هي أيضا تتمثلنا بالفينال ألينين والتايروسين والتربتوفان. الفينال الانين تحتوي على الـ يعني هو من الالانين فقط مجموعه السي اتش 3 من السي اتش 3 تعوضت بالفينال جروب وهي طلقت عليها الفينال الانين، الفينال هي مجموعه بنزين. ايضا هي التايروسين هي الهيدروكسي فينال الانين من مثل المركب بالفينالالين بس وحده من ذرات الاتش اللي مرتبطه بالبنزين تعوضت بالهيدروكسيد. ايضا ممكن التايروسين تصنف على اساس انه هي الفينوليك امينو اسيد باعتبار انه في بدء البنزين وتعوضت مجموعه الاو اتش راح يصير فينول. شنو الستركتشر مالت الفينول؟ سؤال راح يطلق تمام لا راح يطلق عليها الفينوليك امينو اسيد. التريبتوفان اللي هي تحتوي على هيتروسايكليك امينو اسيد تحتوي على حلقه غير حلقه يعني حلقه سداسيه او خماسيه
يعني مو أروماتية، فيطلق عليها الهيتيروسايكليك أمينو أسيد، فهي تحتوي على الإندول رينج، والإندول رينج فقط موجودة بالتريبتوفان. الهيتيروسايكليك أمينو أسيد تشمل عندنا التريبتوفان. شوف عندنا التريبتوفان صار عندنا بمجموعتين، إذا نريد نرجع لها اللي هي تصنيف الهيتيروسايكليك وتصنيف الأروماتيك. فأيضا التريبتوفان قلنا يحتوي على الإندول والبرولين. البرولين هو فقط الأمينو الأسيد اللي ما يحتوي على الأمينو جروب، راح يحتوي على الإمينو جروب. فهنا إذا اشتغلتوها الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده بالتستات وموجود عندنا برولين، الكشف الوحيد اللي راح ينطينا لون أصفر بالوحدة من التستات، بين بقية الأمينو الأسيد راح ينطينا لون أزرق أو بنفسجي. وهذا نتيجة أنا أحكي على الشغل العملي، نتيجة يعني هو ما موجود به الأمينو جروب، بها موجودة الإمينو جروب، فهنا راح يدخل بيها البروتين هو الهيتيروسايكليك أمينو أسيد. شوف هنا عندنا الـ 20 أمينو أسيد ستراكتشر مالتها. أنا هسه راح أعطيكم كل سلايد ساعة دقيقة دقيقة بس مجرد يعني تميزون الأمور مع بعضها. هسه عندنا الجلايسين هو السمبلينج أمينو أسيد. أنا شوفون هاي المجموعة هاي كلها ثابتة باعتبار الـ H الكاربوكسيليك أسيد والأمينو أسيد، فقط اللي تختلف بمجموعة الآر اللي هي بالجلايسين راح تكون H، بالألاينين راح تكون CH3. تلاحظون الاسم مالتها جلايسين الثري لتر أبريفيشن، يعني مطالبين أنه تكتبوا لي بالامتحان بالاسم كله باعتبار أول مرحلة. الألانين أول ثلاث حروف من الكلمة الكلية نختصرها. هاي ليش إحنا نختصرها؟ من نكتب البروتين مثلا بروتين يتكون من 80 أمينو أسيد، ما معقول نكتب ألانين باسم كامل بتربتوفان، لا راح نكتب الاختصارات مالتها حتى لا تأخذ عندنا مساحة كافية. أيضا بالجينيتك كود الشفرات الوراثية هي عبارة عن الأمينو أسيد، فالشفرة الوراثية مثلا متكونة من 3000 أمينو أسيد، فما معقولة راح نكتبها كليتها، يعني راح يراد لنا جرايد حتى نكتبها بالاسم الكامل، فنختصرها بهاي الثلاثة الحروف الأولية. وقسم واحد يعني بعض المصادر تختصرها بالحرف الأولي للاختصار الأكثر وللسهولة، فهاي فقط إنه حتى نميز يعني لا يعني سهولة. ايضا الفالين اللي هو ايزوبروبايل جروب نفس الستراكشر مالته. الفالين فصار عندنا الايزوبروبايل معناته ثلاثة مجاميع كربون بروبايل. الليوسين عندنا ايزوبروبيوتايل 1 2، وهنا مجموعتين تصير 4 بيوتايل اللي هو الليوسين. فقلنا احنا الاسترتش النجمه اللي مؤشر على الامينو اسيد، تذكرون اول ثاني سلايد يشير الى شنو؟ بس استذكار، اذا النجمه الموجوده على الاسم يشير الى شنو من النيوتريشنال امينو اسيد؟ شنو؟ دكتورة أحد الأمينو أسيد العشرة. شنية العشرة؟ ما أعرف العشرة شنية. النون أسين شو؟ غير أساسية. وين الأستريك اللي هي بيت تعتبر سيمي أسينشيال. أوكي. اوكي دكتور. دقيقة لا هنا سيمي اسينشال هذا غير تصنيف. فالين هنا اكو خطأ. هنا فالين ليوسين هنا كنترول اكس اللي هي تعتبر شو اسمه اسينشال امينو اسيد. اوكي انا صار عندي ظاهر تبادل بالله هنا،
فالفالين الليوسين هي اسينشال تمام؟ زين لحد هسه هنا اكو سؤال لان خلصت الربع ساعة فبس مجرد نقاشاتكم اذا عندكم اي استفسار. دكتورة هو دائما يكون الامينو اسيد من الالديهايد جاي يعني مشتق من الالديهايدات يعني؟ لا لا ما له علاقة مشتق من الالديهايد. يعني دكتورة يعني قصدي بي تكون مجموعة السي دبل بوند او طرفية. هي هسه راح يعني بس مجرد انه انطيكم الستركتشرات مالته بس دائما عندنا الامان اي بروتين او امينو اسيد بيها طرفين، طرف اميني اللي راح يكون بجهة اليسار وطرف كربوكسيليك اسيد راح يكون بجهة اليمين، فهي مو هي علاقة انه هي ما لها علاقه بانه الالديهايد هو ستراكشر يختلف، مو مشتق من الالديهايد، هي موجوده بالطبيعه هيجي موجوده بالدايت موجوده بالجسم ممكن انه يصنعها فما ما يصنعها من الالديهايد. تمام تمام دكتوره زين خوش عدد 93 و86 تمام دكتوره يس yes. ترى بلا زحمة بس هاي المختصرات الموجودة ببداية السلايد الثاني. إيه. يعني ممكن بلا زحمة تكتبين اسمها الكامل حتى نكتبها بالفاينل من تجينا مثلا. إيه أدري أني هو راح أكتب لكم إياها بس احتمال هي موجودة بهذا ال شوف هنا الاختصارات الفالي الفالين فال ليوسين ليو تشوفها؟ إيه نعم دكتورة بس أكو مختصرات يعني ما عرفناها. موجودة. تمام بعد ما انا ما كملت هاي الجدول فراح تجيك تباعا ودلل انت واماني تمام شكرا دكتور اهلا زين عندنا الايزوليوسين قلنا هي الايزوبيوتايل هاي نفس الشيء تكون ثابته ثلاث مجاميع ثابته اللي هي الاتش والكربوكسيليك اسيد والامينو اسيد فقط راح يختلف مجموعه الار فهاي تكون مجموعه الار بالايزوليوسين الاختصار مالته الو الفي الاختصار مالتها تشوفون هو ستركتشر مالته باعتبار هنا سي اتش 3 مين مختصر مختصر من الالانين فقط واحد اتش من السي اتش 3 تبدلت بالبنزين بنزين جروب فصارت فينال الانين ايضا البرولين هذا البرولين ستركتشر مالته هو تيروسايكليك امينو اسيد فراح يكون عندنا يعني هو بدل الامين جروب تشوفون هنا بدل ال NH3 صار NH2 اللي هو الامين جروب فهنا البرولين يعتبر من يعني يعتبر امين جروب rather than امين جروب فهذا البرولين بس ايضا نقدر نصنفها من الامينو اسيدز يعتبر سكندري امينو اسيد بالنسبه للبرولين يعتبر سكندري امينو اسيد رادر ذان برايمري امينو اسيد ليش لان يحتوي على مجموعه الامين وهنا بالنسبه ال يعني البرولين عندنا يعني ما تكون سلسله متعاقبه بس هي تبقى هاي المجموعة هي تكون ثابتة ومرتبطة مع بعضها بالتيروسايكليك أمينو أسيد. عندنا التريبتوفان الاسم الكامل التريبتوفان الاختصار تريبت هنا يعتبر هي تيروسايكليك أمينو أسيد وكذلك شنو عندنا الأروماتيك أمينو أسيد. فليش تيروسايكليك أمينو أسيد؟ لأن يحتوي على حلقة غير متجانسة والاروماتيك امينو اسيد يحتوي على حلقه البنزين اذا التريبتوفان يدخل بتصنيفين تلاحظون الارتريك النجمه اللي موجوده عليها ايش تعتبر هاي النجمه يأشر الدليل على انه شنو اسينشال حتى تمام التريبتوفان اسينشال امينو اسيد هنا هي الموجوده هذا التريبتوفان حتى بس فقط يعني رجعها هاي راح اكتب لكم اياها لان ما راح يعني للاختصار المفروض هاي الستركتشرات يعني تحفظوها بس
طابة عليكم تحفظوها وقتكم ضيق، راح أسهل لكم إياها. وهاي السلايدات فقط أعرضها بس ما راح أعطيكم إياها بالمحاضرة. تمام. عندنا أيضا السيرين اللي هو الناتشرال هيدروكسي أمينو أسيد، يحتوي على مجموعة الهيدروكسيد. تلاحظون هذا السيرين وهذا الثريونين يحتوي على الأو إتش، معناته نقدر نصنفها بالهيدروكسي أمينو أسيد. تلاحظون حتى نصنف راح أعيد فقرة، نصنف الألفا بيتا والجاما. فتلاحظون أول ذرة كربون تعتبر ألفا، أوكي، وثاني ذرة كربون هذا ألفا، ثاني ذرة كربون نسميها ذرة كربون بيتا، والثالث راح نسميها جاما. فهنا ألفا بيتا جاما. فتلاحظون حتى نمشي التعويض، يعني أو عندكم أنتوا شنتوا بالإعدادية تسمون واحد اثنين ثلاثة، صح لو لا؟ صح. اي فهنا عندنا يعني هي اما واحد اثنين ثلاثة او الفا بيتا وجاما. فهنا الفا نانا بيتا نانا الفا نانا بيتا نانا جاما. فذرة الهيدروكسي بالثريونين وراح تكون موجودة، راح تكون موجودة على البيتا كربون جروب، فحتى نميزها مو على الجاما، لان ما راح تصير بالجاما، راح تصير غير متفرعة متسلسلة. فهاي ايضا السيرين والثريونين الابريفيشن مالتها الاختصار مالتها هي السير والثير، فتعتبر من النيوترال هيدروكس امينو اسيد. ايضا الستركتشر الاخر اللي هي البقيه اللي هي التايروسين، الستركتشر مالتها تاير، ما راح ادخل لكم بالتفاصيل هوايه بالستركتشرات. السيستين سيس هنا ايضا عندنا التايروسين يعتبر فينوليك امينو اسيد، هاي احنا بس مجرد ايضا تصير مراجعه لكم. الميثيونين ميت اللي هي تعتبر ويا السيستين، ميثيونين والسيستين بتشوفون فقط الستركتشر مالته تحتوي على السلفات او السلفار الكبريت، هنا كب اس وهنا اس. فهاي السيستين والميثيونين تعتبر سلفار كونتيننج امينو اسيد، الامينو الاسيد التي تحتوي على الكبريت. ايضا ممكن انه هاي الكبريت تدخل بال سوري البروتينات سنناقشها تباعا. الاسبارجين اي اس ان والكلوتامين جلون، فهنا تعتبر الامينو اسيد اللي تحتوي اما يعني تحتوي على مجموعتين امين. ايضا الكلوتامين تحتوي على مجموعتين امين، هنا نعد لها تصحيح هذا الستركتشر. تلاحظون الاسبارجين تحتوي على مجموعتين امين وايضا مجموعتين كربوكسيل، فهاي واحدة من المميزات تمثل الاسبارجين اللي هي تشتق من عندها الاسبارتيك اسيد والكلوتاميك اسيد. نقدر نسميها اسبارتيك اسيد وكذلك الكلوتاميك اسيد. الاسيدك امينو اسيد اللي هي تحمل النيجاتيف تشارج such as الاسبارتيك اسيد والكلوتاميك اسيد، اللي هي نفس الستركتشرات هنا تلاحظون على النيجاتيف تشارج. فالاسبارتيك اسيد والكلوتاميك اسيد هي مشتقه من هاي الامينو اسيد، فقط انه راح تتميز بصفه حامضيه تحتوي على يعني النيجاتيف تشارج. الفارجين والكلوتامين اللي هي مين تتكون؟ تتكون من الاسبارتيك اسيد، الاسبارتيك اسيد والكلوتاميك اسيد اللي تحتوي يعني السايد تشاين كاربوكسيليك جروب هي راح يصير اميني، فمجموعه الكاربوكسيليك اسيد راح تتحول الى اميدي، فراح يطلق عليه الاسبارجين والكلوتامين. فهنا تحتوي على الصفات الحامضية أكثر ما تكون نيترال أو بدون يعني بدون ستركتشر للصفات القاعدية.
بيسك امينو اسيد اللي تحتوي على البوزيتيف تشارج اللي هي تشمل اللايسين والارجينين والهستيدين. فهنا الارجينين تحتوي على الجوانيدين جوانيدو جروب، ايضا اكو كشف خاص الى بالامينو اسيد اذا اشتغلتوها بالاسابيع القادمه، والهستيدين تحتوي على الهيتيروسايكليك امينو اسيد. فهنا البيسك امينو اسيد والاسيديك امينو اسيد لها بي اتش محدده، بما انه بيسك معناتها البي اتش مالتها اعلى من 7 كانت تكون 8 و 9، والاسيديك امينو اسيد يعني البي اتش مالتها تكون جوا 7 6 3 4. فهنا دور هاي الامينو اسيد اذا كانت قاعدي او حموضيه لها فيزيولوجيكال رول and can be bond with another amino acid to form protein. البيسك amino acid يحتوى على two group of الأمين، وبينما الأسيديك amino acid تحتوى على two group من ال COOH. فهاي حتى نقدر إذا نريد يعني جبت لكم سؤال شلون نقدر نفرق بين الاسيديك امينو اسيد والبيسك امينو اسيد اند اكسبلين ذات، فتقدرون هاي الفروقات تكتبوها ببعض النقاط حسب الستركتشر مالتها حسب البي اتش مالتها، ليه صار يعني بي اتش حامض وليه صار بي اتش قاعدي. باعتبار انه الكربوكسيليك اسيد هو حامضي، فبدل ما يكون متعادل راح يكون حامضي اكثر من يكون قاعدي، وهذا يحتوي على مجموعة الأمين راح يكون قاعدي أكثر مما يكون حامضي أو متعادل. هنا أنا ما أريد أعبر هاي النقطة، لما تقولي لي فاهمية فاهمية شباب؟ لا عفوا دكتورة عيدي. تمام دينا. هنا أنا شلون نفرق بين الأسيديك أمينو أسيد والبيسيك أمينو أسيد؟ الأسيديك أمينو أسيد تحتوي على مجموعتين COOH. هاي الفرق الأول. البيسك أمينو أسيد تحتوي على مجموعتين NH3 ممكن تكون ثلاثة، فراح يصير يعني هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أسيدك بما أنه يحتوي على مجموعتين أو أكثر COOH معناته راح يكون حامضي، من يكون حامضي قد البي اتش مالته راح يكون أقل من 7 كان يكون 6 4 3 وهكذا، بينما البيسك راح يكون البي اتش مالته قاعدي يعني راح يكون above of 7 such as 9 10 او 8. زين الشحنه هنا بما انها تكون حامضيه راح تكون الشحنه مالته نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ لان السي او اتش بالاصل هي نيجاتيف، فمن تكون شحنة نيجاتيف تصير أكثر من شحنة نيجاتيف راح تصير نيجاتيف تشارج، بينما البيسك أمينو أسيد راح تكون التشارج مالتها بوزيتيف تشارج. ليش بوزيتيف تشارج؟ لأن يحتوي على أكثر من أمينو جروب. فهنا الأمثلة للأسيديك أمينو أسيد اللي هي الأسبارتيك أسيد والكلوتاميك أسيد، اللي هو هنا موجودة نمشيها بهاي الطريقة اسبارتيك أسيد وكلوتاميك أسيد، هاي مشتقة من الاسبارجين والكلوتامين. بينما البوزيتيف تشارج أو البيسك أمينو أسيد تتكون من اللايسين والأرجينين والهستيدين. تمام؟ هنا أنا تمام دكتور. تمام هاي الستركشر مالتها تشوفون حتى تكون مور كلير فور يو. الاسيديك والبيسك، الاسيديك عندنا الاسبارتيك اسيد والكلوتاميك اسيد. تشوفون شوف تشوفون هنا أنا هي المجاميع الاساسيه للامينو اسيد اللي هي الامينو والاتش والكربوكسيليك اسيد. صار بمجموعه الار، مجموعه الار ضافت مجموعه كربوكسيل اخرى، فصارت الشحنات السالبة أكثر من الشحنات الموجبة. أيضا هذا الشيء الشحنات السالبة عندنا هنا مجموعة اللي هو الجلوتاميك أسيد
شحنات السالبة هنا شحنتين سالبة صارت أكثر من شحنة واحدة موجبة، فصار يعني أسيد مور أسيدك اللي هو الكلوتاميك أسيد والإسبارتيك أسيد. نجي على البيسك، البيسك اللي هي اللايسين والأرجينين والاستيدين، الاستيدين هس. فهنا تلاحظون هنا راح تصير مجموعة الأمين أكثر من مجموعة الكاربوكسيلي. تشوفون هنا اثنين أمين، هنا ثلاثة أمين، هنا اثنين أمين، ويل ذا كاربوكسيليك أسيد وان. زين، بهاي الحالة راح تصير الشحنة الموجبة، تلاحظون ما دام الأمين أكثر الشحنة الموجبة أكثر من الشحنة السالبة، فراح تحمل بسرعة بالنتيجة النهائية راح تحمل الشحنة الموجبة. فراح ما دام تحمل شحنة موجبة راح تنطينا البيسك بروبرتيز، الخصائص القاعدية. واضحة هسه هنا صارت يمكن أكثر وضوحا شباب؟ دكتورة الأسيدك ليش يعني شحنة سالبة أكثر؟ شنو من المسؤوليات الرأس؟ ما فهمت. هنا دا تشوف هنا الكربوكسيليك أسيد بالمجموعة الأصلية يحتوي على شحنة سالبة، والأمينو أسيد بالأصل يحتوي على مجموعة موجبة. إذا وحد هاي المجموعتين يعني هذا اعتبره ما موجود، راح تكون الشحنة متعادلة. بس إذا ضفنا هذا المستطيل الأبيض مع بعضها يحتوي على مجموعة الكربوكسيل، هنا تشوفه هنا سالبة وهنا سالبة، كم سالبة صارت عندنا؟ اثنين. هنا موجب واحد عندنا، اذا اثنين اعلى من الواحد، فبالنتيجة كم شحنة راح تصير؟ وشين نوع الشحنة؟ سالبة عندي. راح تصير عندنا شحنة واحدة سالبة، تمام؟ يعني راح تصير بالنتيجة النهائية والمحصلة النهائية تكون عندنا شحنة سالبة. واضحة؟ ونفس الحالة تمشيها على الاسبارتيك اسيد. واضحة؟ نعم دكتور. تمام. عندنا الميتابوليك ايضا، هذا ايضا كلاسيفيكيشن كله مهم، يعتبر مثل النيتروشنال امينو اسيد يصير اللي هو الميتابوليك فيت كلاسيفيكيشن، معناته انه على الناتج الايضا اللي ناتج من الامينو اسيد الميتابوليزم، فالتحلل الايضا اللي من الامينو اسيد اللي راح يصير عندنا. ف according to the metabolic or degradation product of amino acid they may be consist of ketogenic acid، يعني الامينو اسيد اللي تنطينا product ketone body او الاجسام الكيتونيه، وعندك glycogenic amino acid اللي تنطينا السكر او الكربوهيدرات كناتج. هاي السنة الجاية راح تدرسون الميتابوليزم للأمينو أسيد بصورة يعني مور سبيسيفيك. وأيضا عندنا أمينو أسيد الناتج أيضا مالته يكون نتيج من الأجسام الكيتونية والكربوهيدرات أو الكلوكوز. فالكيتوجينيك أمينو أسيد which gave ketone bodies اللي هي تشمل اللايسين and the ليوسين. فهنا مين راح فقط تنتج لنا الكيتوجينيك امينو اسيد، فقط هاي الامينو اسيد الاثنين تنطينا الكيتون بادي. المكسيك كيتوجينيك اند جلوكوجينيك امينو اسيد هنا ايش راح تنطينا؟ الميتابوليك ديجريديشن تنطينا الكيتون باديز والجلوكوز. اوكي، فهنا ايش راح تشمل عندنا؟ تشمل عندنا الانزيليوسين، الفينال الانين، التايروسين اند تريبتوفان. هاي اذا درسنا الميتابوليزم اوف امينو اسيد السنه الجايه فراح هاي فقط مقدمه. فاذا درستوا مثلا سويتوا الديجريديشن اوف ايزيلياسين راح يعطينا مثلا اما كلوكوز او كيتون باديز، هاي تعتمد على حاله الـ يعني الـ الشخص او حاجه الشخص حتى يتخلص او يستخدمها بصوره معينه. الكلوكوجينيك امينو اسيد اللي هي فقط تنطي كلوكوز، اللي تشمل بقيه الامينو اسيد اللي راح تكون اللي تدخل الكلايكوجين والكلوكوز فورميشن. فايضا هاي الامينو اسيد بما انها الحاله الاولى اخذنا 2 امينو اسيد، الحاله الثانيه اخذنا 4 امينو اسيد، اذا الامينو اسيد هي شنو هي؟
الباقي الأمينو أسيد اللي هي تشمل 14 أمينو أسيد اللي تعتبر الكليكوجينيك أمينو أسيد اللي هي ممكن إنه إذا ساتوليزم أوف أمينو أسيد تدخل للفلوكوز فورميشن. واضحة شباب؟ واضحة دكتورة. تمام. ايضا تصنيفها راح امر عليها مرور سريع، تصنيف على البولار والنون بولار اللي تنطينا البولار تنطينا يعني تتكون الهايدروفيليك معناته المحبه للماء او يعني البولار، والنون بولار اللي هي هايدروفوبيك الكارهه للماء. ف طبعا تعتمد على التشارجات، هنا تعتمد على مجموعه الاو اتش الاس اتش الكاربوكسيليك جروب والاماين جروب، قسم منها شحنات موجبه قسم ما تحتوي على شحنه مع بعضها. فهاي الامينو اسيد الموجوده فتكون بها هاي الكلاسيفيكيشن مالتها، ما ادخلكم بالتفاصيل هاي لان راح تدخلون اكثر. فقط التصنيف مالتها البولر النون بولر يعني راح اعبر هذا المجال. الجنرال بروبرتيز اوف امينو اسيد هي يعني المولكيولر ويت لها يكون عالي، الميلتينج بوينت درجه الانصهار مالتها تكون ابوف اوف 20 سيليز، يعني هي اذا تكون ماده صلبه فما راح يعني الميلتينج تكون او درجه الانصهار بعد 200 انه تكون مور سولوبل ان ووتر، يعني تذوب الماء اسهل من المركبات العضويه. ايضا واحده من خصائصها المهمه هي ليس اسيدك دان موست كاربوكسيليك اسيد وليس بيسك دان موست امين، يعني هي ما بين هي اقل قاعديه من الامينز واقل حامضيه من الكاربوكسيليك اسيد. باعتبار ليش صارت هاي النقطه حتى نناقشها، صارت هاي النقطة لأن القاعدية مالتها راح تقل بسبب وجود مجموعة الأمين، القاعدية مالتها تقل بسبب وجود مجموعة الكربوكسيليك أسيد، والحامضية مالتها تقل بسبب وجود مجموعة الأمين، يعني تقلل تأثير الحموضية مالتها مع بعضها. فمجموعتين الكربوكسيليك أسيد والأمينو أسيد واحدة تقلل تأثير اللخ. زين عندنا نقطة مهمة اللي هي الايزوليكتريك بوينت اوف امينو اسيد. هنا الايزوليكتريك بوينت هي يطلق عليه اذا يعني بالناتشرال تشارج يطلق عليها الزويتر ايون. شنو هذا الزويتر ايون؟ يعني شو راح يكون المركب مستقر؟ شو راح يكون البي اتش مالته بالحاله الاعتياديه بما انه تحتوي الشحنتين سالبه موجبه، فتكون تقريبا الشحنه متعادله او تقريبا الايزوليكتريك بوينت، يعني كل امينو اسيد مختلفه بس بالنسبه للالالين الايزوليكتريك بوينت هي 6. فراح تعتمد يعني تعتمد على السلسله الجانبيه للامينو اسيد. فشنو هي السلسلة الجانبية؟ مجموعة الآر اللي يقصد بها راح تعتمد عليها. فبعض عندنا الايزوليكتريك بوينت هي تقترب من الستة لأن باعتبار عندنا شحنة موجبة وشحنة سالبة. إذا كانت بيسك إذا كانت بيسك آر جروب راح تحتوي الالكتريك بوينت البي اتش مالتها يكون 9. اما اذا اسيدك ار جروب راح البي اتش الفاليو راح يكون 3، وهي ناقشناها سابقا بالاسيدك امينو اسيد والبيسك امينو اسيد. اذا كانت نيوترال امينو اسيد راح الايزوليكتريك بوينت تقترب يعني البي اتش او قصد البي اتش هو تكون 5 او 6 قريب من هاي القيم. زين عندنا الفيزيكال بي اتش، دائما الفيزيكال بي اتش عندنا 7.4 اللي هي يطلق عليها الايزوليكتريك بي اتش. زين عندنا مجموعه الكاربوكسيل جروب
شو تحتوي؟ تحتوي على شو احنا السالبة؟ بينما الأمين جروب هنا شو تحتوي على شحنة الموجبة؟ So هاي الشحنة السالبة للكاربوكسيليك أسيد والشحنة الموجبة للأمينو أسيد شو ينطينا هذا الصيغة؟ ينطينا يسموه أيون ثنائي القطبية، يعني عندنا قطب سالب وقطب موجب، فيطلق عليه دايبولار أيون، أو بهاي الحالة راح شو يسمى زويتر أيون. فهاي الطريقة هي الزويتر أيون اللي الأمينو أسيد تحتوي عليها بصيغة الاعتيادية. هل ليش يعني إنه ما موجود مثلاً بصيغة بدون شحنة؟ لا، الأمينو أسيد الأيزوليكتريك بوينت موجودة بشارتت ستراكتر، موجودة بتركيبة مشحونة، فهي تكون شحنة. أما يعني تكون شحنتين سالبة موجبة، هاي السالبة والموجبة يطلق عليها إنه شحنة تكون يعني يكون الايون هو يكون الامينو اسيد صيغه ايونيه بس مو ايون موجب او ايون سالب، لا كلا الايونين، ويطلق عليه دايبولار ايون، وبعض الاحيان يطلق عليه زويتر ايون. شباب عندكم سؤال؟ دكتوره ليش نسمي ايون هو بشحنه متعادله سالب وموجب؟ هو لين يعني هو ايوني تشارجد، فلهذا ما سمينا ايون قبل، مثلا نيجاتيف ايون او بوزيتيف ايون، تمام. مثلا مجموعه ال NH4 بلس هذا راح نطلق عليها مجموعه، اذا واحده بدون داخل بيها نطلق عليها بوزيتيف ايون، بس هنا هو يعني صار هو يعني بشحنتين، يعني هو ستراكشر مالته طبيعي بشحنتين، هاي شنو يسمح لنا انه بما انه شحنتين يسمح لنا الفريدم الى حتى يرتبط ويا مثلا ذره اخرى او يرتبط مع عصره اخرى حتى يكون البيبتايد بوند، هاي من تكون البروتينات، فهاي الطريقه تسمح انه يتكون بها. فبهاي الحاله لازم يكون بشكل ايوني، يعني اذا كان بدون ايونات يستحيل انه راح يرتبط مع امينو اسيد اخر، فبهاي الحالة طلقنا عليه اسمه دايبولار، يعني آيان ثنائي القطبية أو زويتر آيان، تمام؟ نعم دكتور. هذا بالحالة الاعتيادية راح يكون يعني ناتشورال بي اتش اللي هو 7.4 6.5 ممكن أن يكون، لأن الشحنات الآيان السالبة معادلة للشحنات الموجبة، فبهاي الحالة نمشي مشيها. عندكم رست 10 دقائق شباب؟ تمام، تشربون ماي وبعدين نكمل الرست الساعة الثانية، تمام؟ دكتور عفوا الحضور وين سجله؟ بس راح اسجله، بس دا شيك انده العدد 86 و78 راح نعطيك 100 على الشات هنا. يكون عالشات هنا أنا موجود. مجموعة الأولى رسالتها ومجموعة الثانية رسالتها. تمام، عندكم رسعة صار 9 دقائق، نعاود بعد 9 دقائق إن شاء الله. دكتورة
دكتورة. مرحبا شباب. هلا دكتور. هلا دكتور. شو جماعة سجلوا حضور واختفوا تقريبا 20 واحد. بس يرجعون. يحضرونا يعني مو راح يصير تسجيل، يحضرونا من ينزل التسجيل. اوكي تمام دكتورة. نعم. درجات مال الامتحان شو وقت دكتورة؟ كمل ما بعد لحد ما معروف، خلينا نكمل تصحيح. واكو قسم بين تحنون شفوي. تمام دكتورة. طبعا المفروض اسد التسجيل وابدي ساعة ثانية. دكتورة إذا حاضر من غير مجموعة يأثر على التسجيل هذا؟ لا ما يأثر. بس شلون أوقف التسجيل؟ لأنه راح يصير هواية شي يحمله. أوكي. زين نكمل. ما طبعا سجلنا الساعة الأولى، الساعة الثانية تفضل محمد. اوكي نكمل. لا ما خلص بعدنا، احنا ساعتين عندنا. فبعد ما افتهمنا الزويتر ايون او الدايبولر ايون، هنا بمعنى انه الامينو اسيد هاز امفوتيريك بروبرتيز. ليش امفوتيريك؟ لان يحتوي على شحنه موجبه وعلى شحنه السالبه. فهنا يحتوي على المجاميع الحامضيه ويحتوي على المجاميع القاعديه، فهو ممكن يعني يدفع، ممكن انه ليش انفوتيري، ممكن انه يتفاعل كحامض، ممكن انه يتفاعل كقاعده. اذا تفاعل كحامض راح يصير بروتون دونر، يعني عاطي للبروتون. فاذا تفاعل كحامض فراح يكون عاطي للبروتون ويبقى شحنه سالبه. واذا كان يتعامل ك بيسك او قاعدي راح يعطيني البروتون اكسبتر، كقابل للبروتون.
فمن يكون قابل للبروتون راح هنا مجموعة الكربوكسيليك راح تأخذ الهيدروجين آيون ويصير فقط مجموعة موجبة. فهنا هي هاي هي الخواص الأنفوتيرية للأمينو أسيد. إذا ليش تتعامل كخواص أنفوتيرية؟ لأن مرة يفعل على قاعدة وanother time يتفاعل as a base فيكون إلى الصفات الأنفوتيرية. الأوبتيكال بروبرتيز أوف أمينو أسيد عندنا هو هذا هسه البيسك أمينو أسيد اللي هو اللي هو الألانين. فهنا الألانين عندنا تو أوبتيكال أيزومر اللي هو الألانين ودي ألانين. فهنا تعتمد على الألفا كربون. Each amino acid is attached to four different chemical group. فهنا الألفا جروب اللي هو هذا الكربون راح يتفاعل ويا توجد مجموعة الكربوكسيل، مجموعة الأمين، مجموعة الآر اللي هو CH3 والآيون الهيدروجين. فهنا راح يكون هذا الخواص إذا تحتوي على أربع مجامع مختلفة فراح نطلق عليها chiral or optically active carbon atom. يعني من يحتوي على أربع مجامع مختلفة معناته أنه يكون فعال بصرياً أو optically active. هاي أول نقطة. جلايسين يعني هنا بما أنه الجلايسين يحتوي على أربع مجامع مختلفة بس هو يحتوي على تو هيدروجين يعني متعوضة. الجلايسين باعتبار أنه أبسط أمينو أسيد يحتوي على 2H بس هنا ما راح يعتبر أبتيكالي يعني أكتف راح يعتبر أبتيكالي أكتف يكون غير فعال بصرياً. الجلايسين أمينو أسيد that have an asymmetric center at the carbon alpha carbon can exist in two forms design D و L that are mirror image for each other اللي هي تعتبر مرآة كل واحدة مع الأخرى. فهنا الR معناتها تلتفت إلى اليمين والD معناتها تكون الالتفاتة إلى اليسار. فالR تجي من كلمة ليفو روتاري ودي جاية من كلمة ديكسترو روتاري الالتفاتة إلى اليمين. يعني شنو التفاتة أو انعكاس هنا؟ انعكاس الضوء إلى اليمين أو انعكاس الضوء إلى اليسار بحسب هاي الخواص البصرية. فواحدة تكون مرآة للأخرى. فهنا كل أمينو أسيد إذا احتوى على أربع مجامع مختلفة معناته أنه هو optically active. إذا ما احتوى على أربع مجامع مختلفة يكون يعني inactive optically غير فعال بصرياً. فبالنسبة لكل الأمينو أسيد هنا هاي العبارة اللي هو تحتوي على الـ أمينو أسيد أو ليفو روتاري اللي هي بهاي الصيغة. فتلاحظون هنا هسه هم نجي بالبروتينات دائما بنريد يعني بما انه اول شيء هذا السبب انه هنا التسجيل يكون دائما سوري يعني بالنسبه لمجموعه الامين راح تكون دائما راح نكتبها بالجهه اليسرى ومجموعه الكربوكسيل نكتبها بالجهه اليمنى لان انه اول شيء حتى ننطي طريقه الارتباط مع بعضها وثانيا انه حتى نميز انه كل الامينو اسيد تنطينا ال ايزومر او الاوبتيكال اكتيف لطريقه الاكتيف. هنا الدي امينو اسيد يعني راح وين توجد؟
توجد بعض البروتينات او البيبتايد، البيبتايد اللي مثل هي بكتيريا سيل ويل او البنسلين، البنسلين اللي هو الانتيبيوتكس. فهنا دي الامينو اسيد توجد بهاي الثنائي اللي هي البيبتايد البكتيريا سيل ويل والبنسلين، وكل الامينو اسيد تحتوي على الامينو اسيد يعني ليفراتوري اللي معناته التفاتة الضوء الى اليسار. لا لي لا يعني معناته ال ناخذها من كلمه ليفت اللي هو روتري تو ذا ليفت، روتري اوف ذا لايت انعكاس الضوء. فهاي هي الاوبتيكال بروبرتيز اوف ذا امينو اسيد. عفوا دكتوره، الجلايسين. الجلايسين هو هذا الألانين، أنا أعطيتكم فقط أبسط مثل عن الألانين، بس الجلايسين يعتبره هو هذا الستركتشر الموجود. راح يحتوي الجلايسين إذا نرجع للستركتشر على ذرتين مجموعة هيدروجين أيون، فهنا H وهنا H. فهذا ما راح يحقق الشرط الاولي لانه يحقق فور ديفرنت كيميكال جروب، فراح يكون ثلاثه يعني ديفرنت، الاثنين اكو شبيه فما راح يكون اوبتيكال اكتيف. تمام تمام شكرا. اذا نرجع للجلايسين، هم اريد ارجعكم حتى جلايسين. دكتور راح تنقيس على ذرة واحدة لو على الجروب كليته؟ على جروب، على جروب، بس يعتبر الاتش هنا هو جروب. تمام دكتورة، بس يعني المجموعة الجوة ما تشبه الفوق، ليش قلنا انه هي نفس الشيء؟ ليش هي ما تشبه شيء؟ بس عندنا هسه الجلايسين، سؤال زميلتك، شوفي هذا الجلايسين يحتوي مجموعة الكاربوكسيليك ومجموعة الامين واثنين مجموعة او ذرتي هيدروجين، فهي يكون انكتف يعني اوبتيكالي غير فعال بصريا، بينما باقي المجاميع هي كلها فعاله بصريا وتنطينا الال امينو اسيد اللي هي معناته الروتيت تو ذا ليفت، روتيت ذا لايت. واضح شباب؟ يس دكتوره. هو احنا نعتمد على الكيرال كاربون اتوم الاولى؟ شلون نعتمد دكتوره على الكربون كيرال اتوم الاولى يعني حتى اي على الالفا كاربون؟ احنا نعتمد على الالفا كاربون. تمام دكتورة. تمام تمام شكرا. طبعا هنا أنا اذا شفت عندي وقت انطيكم هاي السلايدات، لان وقتي يعني قصدي الاسبوع القادم، انه الامينو اسيد لها بايوميديكال امبورتنس. مثلا عندنا الثايروسين هو يعتبر هرمون للثايروكسين اللي هو تترا ايودو ثريونين، والابينفرين والميلانين اللي هو تعتبر البروتينات اللي تدخل بال النيرفز. ايضا الانتيبيوتيك بكتيريسين عن جراميسيدين اللي هي تعتبر ايضا من الامينو اسيد اللي ستراكشر مالته. هنا عندنا جلوتاثاين ستراكشر اللي هي من تتكون من ثلاثه امينو اسيد اللي هي كلوتاميت وسيستين وجلايسين. ايضا هاي كلها مجموعه من الامينو اسيد الستركتشر مالتها اللي هي امينو اسيد اللي هي سفينغوسين الادينين. هاي الادينين هو يدخل ادينين تراي فوسفيت وادينين داي فوسفيت، هي يعتبر امينو اسيد. قلنا هاي الثايروكسين الابيفرين السيروتين ونيكوتينيك امينو اسيد اللي هي تعتبر منها كوحده بناء اساسيه هي الامينو اسيد. كذلك الهيم الموجوده المسؤوله عن التصبغ بالكريات الدم الحمراء اللي سنتر مالته هو الايرون، فهي من متكونه؟ متكونه من تو امينو اسيد بصيغه كومبلكس اللي هي الاسيتون والجلايسين.
فترتبط مع بعضها بطريقة معينة بترتيب معين بستركتشر معين تنطينا الهيموجلوبين. ايضا عندنا هاي الانكومن هاي مجاميع معوضة ويا الامينو اسيد تنطينا ايضا بعض الكودس الجينيتيك تنطينا هذا الطريقة. هاي ما راح ادوقكم بيها بصورة اخرى. الكيميكال بروبرتيز اوف امينو اسيد الكيميكال بروبرتيز او امينو اسيد او يعني التفاعل هو الدي كاربوكسيليشن معناته with withdrawal of dioxy carbon معناته سحب ثاني اكسيد الكربون فمن الامين ويعني راح يصير مجاميع اخرى مجاميع امينية اخرى مثلا عندنا الهيستيدين اذا سحبنا منها CO2 راح تنطينا هيستامين التيروسين اذا سحبنا منها CO2 راح ينطينا تيرامين اللايسين كادافرين وايضا الكلوتاميك اسيد ينطينا جابا كلوتاميك اسيد بارا امين وبنزويك اسيد فزادن CO2 هاي شو وقتها راح ندرسها بتفصيل اكثر ايضا السنه الجايه من تصير ديكربوكسيليشن بالسايكل مثلا كريسب سايكل الميتابوليزم الديجريتيشن وراح واحده من العمليات اللي تصير داخل الجسم كاز امين ميتابوليزم تنطينا هي الديكربوكسيليشن بس من يصير ديكربوكسيليشن راح يتحول الامينو اسيد من امينو اسيد اخر الى من امينو اسيد الى اخر حسب الطريقه مالتها فراح يصير ايضا يعني قل راح يقل عدد الكربون بالاصل واحد اذا كانت مثلا تيروسين عدد الكربون بالاصل هو خمسة مثلا ما راح يسحب من عنده CO2 راح يصير عدد الكربون هنا أربعة فراح يقل راح يصير decrease the number of carbon atom راح يصير قل بعدد ذرات الكربون فواحدة من الخواص الكيميائية للأمينو أسيد هي decarboxylation ايضا من الخصائص المهمه الاخرى يس yes. والله شلون تتحول هي تتحول عن الميكانيزم طبعا هذا التحول ما يصير عشوائي راسا هذا يصير بانزيم معين بس انا ما دخلت لكم الانزيم اللي هو الانزيم يصير ديكربوكسيليز او مثلا او انزيم اخر فراح مثلا الهيستيدين راح يتحول الى الهيستامين راح يتحول يعني يتغير الستركتشر مالتها ليش لان امينو اسيد انطرحت من عنده الهيستيدين انطرحت منه ثاني اكسيد الكربون فمن سحبنا منها ثاني اكسيد الكربون تغير الستركتشر مالته بدل ما مثلا الهيستيدين كان عدد ذرات الكربون مالته خمسة هنا الهيستامين صار عدد الكربون مالته أربعة لان شنو سحبنا السي او 2 فهنا هاي وحده من الديكربوكسيليشن اللي هي ممكن انه تصير بالميتابوليزم اوف امينو اسيد فالعمليات تصير بيها الديكربوكسيليشن هاي الخطوات راح تكون عندكم كنوات يصير عندكم ميتابوليزم اوف امينو اسيد او ميتابوليزم اوف بروتين مثلا اذا البروتين يحتوي على الهيستيدين راح يتحول الى هاي الطريقه تمام الترانسمينيشن اوف امينو اسيد معناته هنا الامينو اسيد موجوده عندنا امينو تو امينو اسيد فراح تتحول مجموعه لمجموعه اخرى فهنا ايضا هاي تفيد بال يعني ممكن انتاج الطاقه تحول الاسينشال امينو اسيد الى النون اسينشال امينو اسيد فهاي العمليه بحد ذاتها انه مثلا عندنا كلوتاميك اسيد هذا كلوتاميك اسيد وهذا الأوكزاليك أسيد راح يتحول مجموعة الأمين ترانس أمينيشن يعني ترانس معناته نقل أمينيشن مجموعة الأمين فمجموعة الأمين اللي هنا راح تتحول هنا راح يصير تبادل مجموعة الكربوكسيل اللي هنا راح تتحول إلى هنا فبعملية الترانزمينيز طبعا هذا ما راح يصير اعتباطي مو تفاعل كيميائي عادي لا هذا تفاعل إنزيمي فهذا التفاعل الانزيمي اللي هو ترانزمينيز فشو راح يصير هنا جلوتاميك اسيد فصار عندنا تحولت بدايه
لها مجموعة الكاربوكسيليك، فصار عندنا ألفا كيتو كلوتارك أسيد، وعندنا أوكزولو أسيتيك أسيد نأخذت بها مجموعة الكاربوكسيليك أسيد، صارت مجموعة الأمين، فصار عندنا الإسبارتيك أسيد. فصار بنرجع لهذا الستركتشر والإسبارتيك أسيد، فراح تكون عندنا العملية بهذا تحويل تبادل بين مجموعة الأمين والكاربوكسيليك اللي هي يعني راح يصير ترانسفير بين الأمين جروب والكيتو أسيد، اللي هي هاي الكيتو أسيد وهاي الأمين جروب، فراح تتبادل مع بعضها. تشوفون هاي المجموعة، هاي إذا مثل الضرب، هاي المجموعة راح تتحول هنا وهاي المجموعة راح تتحول هنا، فراح تتغير المسميات بتغير المجاميع التعويضية للترانس أمينيشن. هنا واضحة هاي الميكانيزم شوية صفنوا لها. أنا عفوا دكتورة، إنه هو راح يتغير من تصنيف يعني غير تصنيف، لو شلون يعني يتغير؟ هو هذا راح يتغير ستراكشر. هنا هسه هذا ستراكشر ده تشوفين المؤشر عليه بالماوس، فهذا من راح يصير راح يتبدل لهذا، فراح ما راح نقدر نسميه كلوتاميك اسيد، راح يسمى تغيير مسمى اخر كيتو كلوتاميك اسيد. هو نفس الستراكشر تشوفين هذا موجود نفسه، وهذا الميثين موجود نفسه، مجموعة الكاربوكسيليك الأخيرة مجموعة، فالأوكسالوكسيتيك أسيد تغيرت صارت الإسبارتيك الأخير، يتغير التسمية مالتها. يعني عفوا هسه هو السطر الاخير قال انه convert essential الاسينشال نون اسينشال، يعني بس هذا التحويل اللي يصير بس من اسينشال الى نون اسينشال، لو بعدك يعني انه العادي نون الاسينشال، قلنا الاسينشال امينو اسيد هاي وحده، لان هاي كلوتاميك اسيد والاكزاليك اسيد كاسيد تعتبر از اسينشال، فاذا اسينشال وين تكون موجوده؟ ناخذها بال ناخذها سبلمنتد، مو ناخذها بالدايت، والنون اسينشال انه تكون موجوده بالجسم مالته، فراح يتحول هاي الطريقه مالتها من الاسينشال امينو اسيد. وحده من الامور اذا قال عندنا، لان شنو اذا الجسم ما تكونت هاي الحاله شو كنت راح نحتاجها؟ يعني كتفسير منطقي هنا الاسينشال راح ناخذها بالدايت، اوكي، والنون اسينشال امينو اسيد ناخذ هاي تكون وين موجوده؟ يعني هي بالبادي هي يقدر يتكونها، فبس مرات البادي ما يقدر يكون النون اسينشال امينو اسيد، تمام؟ فش راح يسوي؟ راح يحول بعمليه ترانزمينيشن حسب حاجه الجسم، قال وحده من الامينو الاسيد اللي هي تعتبر نون اسينشال، فما راح يعتمد، راح يعتمد على الغذاء اللي اخذناه اللي هو اسينشال، فراح بعمليه الترانسمينيشن راح يتحول من الاسينشال الى النون اسينشال امينو اسيد، هاي حسب حاجه الجسم من يقل تركيز النون اسينشال امينو اسيد. واضحه لو اوضح اكثر شباب؟ ان شاء الله واضحه دكتور، تمام واضحه دكتورة. نعم دكتورة، يعني هسه المركبات اليسرى دكتورة هذول اثنينهم essentials، هذا بلاس هاي كأنه معادلة، هذا فعلناه وإيه هذا بعملية، طبعا هو ما يصير واحدة لازم two amino acid موجودة، فهذا بلاسي هذا انطانا بإنزيم ترانزمينيز، طبعا ما قلت لكم ما يصير بصورة اعتيادية إلا بوجود إنزيم، لأن هو تفاعل إنزيمي مو تفاعل تفاعل سهل، بعمليات إنزيمية تحدث هذا التفاعل، ينطينا البرودكت اللي هو الطرف الأيسر، سوري الطرف الأيمن اللي هو الكلوتاريك أسيد والإسبارتيك أسيد، هاي تعتبر نون إسينشال، تمام؟ تمام تمام. بعد نعطيك نعم هاي المركبين اللي طلعت النواتج ناخذها عن طريق الدايت، مو؟ نعم.
تمام. فمن ناخذ عن طريق الدايت، عن طريق اللحوم، بروتينات، سبليمنتد، مكملات ممكن انها تكون، ثمرات ناخذها بزياده اوكي، ومرات النون اسينشال اوكي اللي يخلقها جسمنا انه ما تكون كافيه، تكون عندنا يصير ديفكت نقص. فبهاي الحالة وين راح يضطر حتى تك العمليات الفيزيولوجية والكيميكال بروسيسز تحتاج انه تكمل مفعولها، فوين راح تروح تتجاوز على الاسينشال حتى تحولها الى نون اسينشال حتى يكمل عملياته. تمام دكتورة، انا اقصد انا فاهمة دكتورة، اقصد هسه هاي المركبة اللي طلعت لنا بالناتج اثنينهم نون اسينشال؟ اثنينهم لا ممكن انه اني يعني هم ارجع لسبارتيك اسيد ما ادري صنفت فيكم اياها اسينشال او نون اسينشال. دقيقة خلينا نرجع. اسينشال نرجع الاسينشال، قلنا هو شنو الاخير شيء شنو الكلوتاميك سباراتيك اعتقد سباراتيك موجود هنا ستيك ولا موجود هنا اذا نون اسينشال؟ نون اسينشال اوكي تمام تمام شكرا اهلا. هي معناتها هاي سبارتيك اذا نون اسينشال، كيتو كلوتاريك هنا انا صح ولا تقولون كيتو؟ فان ارجع على كلوتاريك ايضا يعتبر نون اسينشال، اذا هاي اسينشال كلوتاريك اسيد وسبارتيك اسيد. تمام هذا يعتبر اثنيناتها نون اسينشال. ايضا هاي توضيح اخر يعني للترانسامينيز، طبعا الترانسامينيز ترانسامينيشن تحويل المجاميع الامين ما تقدر تقوم وحدها، فيتامين واحده من عمليات الفيتامين هو تحتاج الى الفيتامين بي 6 او يطلق عليه شنو فيتامين بي 6 شنو هو الفيتامين بي 6؟ تحتاج الى فيتامينات، العفو عبر مرحله ثانيه. فالترانسامينيز تحتاج الى الفيتامين البي 6 وهاي بصوره عامه يعني هذا كستاندرد تقدرون قالب تمشون عليه بهاي المعادله، فراح يصير عندنا الترانسامينيشن تحول مجموعه الامين هنا ومجموعه الار هنا مجموعة الار 2 ومجموعة الامين وهنا كاربوكسيليك اسيد. فش راح يصير العملية؟ المجموعة الاولى اللي هنا تحولت هنا الامينو اسيد فتحولت الى هنا هاي المجموعة مجموعة ال سي او اس صارت سي او وهنا بمجموعة السي او تحولت لهنا فصارت هنا ال ان اتش 3 فصارت مجموعة بدل مجموعة، صارت عبارة عن مجموعتين كيتو أسيد وأمينو أسيد. يعني الكيتو أسيد هنا ما راح نحتاجه، ألفا كيتو أسيد إذا أرجع للمعادلة هنا ألفا كيتو كلوتاريك أسيد هذا ما يعتبر أمينو أسيد، هنا الأمينو أسيد تمام، وهنا الأوكسالو أسيتيك أسيد هنا هو عندنا الامينو اسيد هنا فتحول الامينو اسيد كلوتاميك اسيد الى اسبارتيك اسيد، فهذا هو مجموعه الامين اللي موجوده مع بعضها راح يتحول كلوتاميك اسيد الى الاسبارتيك اسيد. فهذا الاسبارتيك اسيد او الاسبارجين يعتبر من النون اسينشال وراح تتحول الى مجموعتين يعني كيتو اسيك وامينو اسيد. فحسب القالب اللي موجود هنا عندنا امينو اسيد، هذا الامينو اسيد نتجنا غير الامينو اسيد الموجود هنا تبادل مجموعه الامين فانطتنا مجاميع اخرى، فهو نفس المثل اللي احنا مشيناه كلوتاميت والمثل اللي موجود هنا فراح يصير تبادل مجاميع الار 2 وكذلك مجاميع الامين فراح يصير تبديل مجموعه مع مجموعه اخرى. واضحه هاي؟ عفوا دكتوره عفوا انه نقراهم لو لا شلون؟ الستركتشرات نقراها ولا لا؟ هنا أنا ما راح أعطيكم الستركتشرات تحفظها بس راح مثلا
أعطيكم هاي الستركتشرات تكتبوها أقول لكم شنو البرودكت مالتها according to the transmination. زين غير المفروض نعرفها لأن عمد نعرف أنه هي دولي بالإسينشال ونون إسينشال غير المفروض نعرف التراك لأنه شون يعني راح نحول وهذه أنا راح أعطيكم إسينشال فأكيد ما راح يطلع راح يطلع نون إسينشال أني يعني ممكن أنه بطريقة أخرى ما أخليكم يعني يعني تفهموها يعني بس مجرد شو راح يصير التفاعل هنا ما راح أقول لكم أشير إياها هي إسينشال أو نون إسينشال لأن هو أنت تمشيها الكلوتاميت ها راح أكيد راح تعرفي بعد ما تقريها إنه الكلوتاميك هو نون إسينشال تمام ولا ما مطلوب منكم ستركتشرات بس بمعادلة كيميائية تمشيها يعني لابد انه ترتبيها بالستركتشرات راح اعطيكم نواتج انت تسوي ليها ترتيب ترتيب نواتج اعطيك متفاعلات ترتبين نواتج عفوا دكتورة يعني احنا راح نعرف نرتبهم بس اسماء يعني يعني شلون نعرف الستركتشر لا يعني احنا نعرف الاسم شلون يعني ما نعرف الستركتشر مالته انت راح ترتبي ما لا هنا انا يعني راح اعطيكم هذا التفاعل اوكي واكتب لكم الترانزيمينيز اوكي تريدين بس الاسم الستركتشر ما اسم لا الستركتشر عوف الاسم بس تعرفين انه هذا يعني بس اي بس يعني الستركتشر شلون حولنا وغيرنا مواقع الان اتش تحددي لي هذا كيتو اسيد يعني مو امينو اسيد مثلا لان صار مجموعه سي او سي او يعني هذا مو امينو اسيد برغم مجموعه ال ان اتش 3 والسي او اتش لان بي مجموعه الكربوكسيليك اسيد فصار عندنا كيتو اسيد وهذا هو الامينو اسيد الجديد اللي يصنع من الامينو اسيد القديم او من الكيتو اسيد القديم تمام؟ دكتورة؟ يس المعادلة الثانية الألفا كيتو أسيد كربون مو ربع الارتباط أشو خمس ارتباطات ياهو ألفا الثانية هنا أنا قصديش؟ أي هنا أنا شوفي الأمينو أسيد جلوتاميت يعني صار كيتو أسيد هو صحيح بس بالمعادلة الأولى طلع الكيتو أسيد ربع الارتباط يعني ماكو الـ NH3 بلس كيتو اسيد هنا انا اي ماكو بس بينما حين ظهر عندنا الكيتو اسيد مو حسب جميع الان يعني تمشي هنا تمام دكتوره بس الكربون ربع على الارتباط هنا خماسي هنا انا خماسي اذا معناته هنا انا ناسي هاي لازم ماكو صحيح اي خطا طبعا يعني اي خطا مطبع لان هو انا فكر هذا سحبته يعني مو حتى مو انا دا اقول خطا انا خطا اصلا من المصدر صحيح هو دكتوره يعني بين وايضا نفس الشيء بالالفا كيتو اسيد بالرياكشن البدايه اي اي هم نفس الشيء لازم نحذفه تمام صحيح صحيح well done رباعي هاي اكو خلل بيها وهي باعين اذا تحكي على الكيتو اسيد لا صحيحه لان هنا احتمال شو احنا سالفه زين دكتوره غير دبل بوند او يعني شلون نعرف احنا كيتو غير بي دبل بوند او دبل بوند او هو موجود هو هذا صح هاي تاكدت من المصدر نفسه تمام ترى يعني هو لازم يكون موجود اذا بالنسبه نعتبره على الامينو اسيد او كيتو اسيد بس ثاني شغله انه هو ربع الارتباط لازم يكون احنا على يعني نركز على انه تحول الامينو اسيد الى امينو اسيد اخر وبتفاعل من الكيتو اسيد نعم يا ريت تكتبين فجاه لنا خبر شلون من عنده وتفاجئنا خبر انا ما راح ارسل لكم اياه اذا ما اتاكد من هذا الشيء تمام وإذا صار أي شيء أوضح لكم إياه بالجروب بالكلاس روم. أيضاً هاي طريقة يعني هنا باليوريا سايكل أو يعني هاي شلون العمليات هاي ما راح أعطيكم إياها بوجود الفيتامينات والإنزيمات شلون راح يتحول الألفا كيتو كلوتاريك أسيد إلى الكلوتاميت ما راح درسوها بالسنة القادمة أكثر. أيضاً السيستين أند دايسلفايت بوينت.
شنو فرقه؟ هنا الثايل جروب of 216 residue are readily oxidized to form a covalently linked dimeric amino acid known as cysteine. فمعنى انه السيستين، هذا السيستين مين متكون؟ السيستين متكون من السيستين وسيستين اخر، معناته 2 سيستين، هذا بلس هذا، اثنين تحتوي على الاس اتش، ممكن السيستين تحتوي على. دكتور هي واضحه وسهله يعني ما بيها شيء، يعني مركب بين سيستين يحتوي على الكبريت راح يتحدد باثر الكبريتين. انت في عند دكتوره شلون تجي يعني نفس السكريات دخنا بيها يعني، وهي هاي الدوخ يعني اغلبيتها مواد ترى حفظ يعني هاي بروتينات السكريات. اي شلون دخلت فيها بالامتحان دكتوره؟ مو جاب لنا يعني اشياء خارجيه شو ما افتهمناها يعني، ما ادري شلون تجي نمطها يعني. يعني هاي حسب قرايتكم وفهمكم، يعني تريد أن تكل أسئلة من السه؟ والله يا رأي دكتورة. والله ما أدري، ما أعرف شلون أجيب لكم إياها يعني ستركتر ما أقروها ما أعرف أنا ش... طبعاً أنا ما أحضر الأسئلة يعني، المفروض أحضر الأسئلة من السه، فما أعرف شلون راح تصير أسئلتي للامتحان، فلا تقض بيها. هي سهلة والله دكتورة يعني، مو صعبة كل سهلة، بس يعني ما أدري. ما دام سهلة عوفة خليها سهلة وبالامتحان نشوفك تجاوب لو ما تجاوب. يلا تمام. زين عندنا الكيميكال رياكشن اوف امينو اسيد، هاي المفروض يعني ما راح اعرج عليها هواية لان هذا راح تاخذوها بالجزء العملي. فعندنا التفاعلات خاصة بالكاربوكس سيليك جروب، يعني هنا راح يكون الاستر مثلا فورميشن، فبما انه استر فورميشن وهي تعتمد فورميشن اوف امين اون ديكاربوكسيليشن، ف يعني راح يكون يتفاعل مع الكحول، بما انه يتفاعل مع الكحول راح يكون لنا استر. اخذت تفاعلات الاستر شباب بالكورس الأول تمام. التفاعل الثاني اللي هو ننهايدرين رياجنت أو ننهايدرين تيست، هاي يكشف الأمينو جروب، فراح ينطينا مركب بنفسجي أو مركب أزرق. فهنا يعني أيضا ممكن نكشف للبروتينات إذا امينو اسيد، الامينو جروب عندنا هنا الانهايدرين يكشف فقط يعني الامين للامين بولين، قلت لكم البرولين راح يتميز بها، فبدل ما ينطي اللون الازرق او اللون البنفسجي وهي الانهايدرين راح ينطينا اللون الاصفر. هذا يوصب والله ما راح أعطيكم بيها لأن هاي تابعة الجزء العملي وأعطيها حقها، راح أعطيكم إياها سامعة أو دكتورة مثال حقها بالجزء العملي، وإذا ما أعطيكم إياها الطلاني أعطيكم إياها أو أدز لكم إياها كرابط. أيضا التيست فور سلفر بروتين أمينو أسيد، يعني شو راح نكشف عن المركبات اللي تحتوي على السيت، راح نفعله ونغليه بالصوديوم هيدروكسيد، فراح يعني راح البروتينات او الامينو اسيد اللي يحتوي على السيستين او السيستين راح يتحول الى المركب، من مركب عضوي راح يتحول الى مركب لا عضوي، وهذا المركب العضوي المركب اللا عضوي السلفيت بالصوره الاعتياديه يكون لونه اسود، وهذا اللون الاسود نتيجه يعني الدايكوليت المركب العضوي، فراح يعطينا اسود نتيجه الصوديوم على الكبريت والصوديوم سوري اللي بيكون راسب اسود. ايضا هاي يمكن انه بالتفاعل بالجزء العملي راح نعطيكم اياها.
تفاعلات اخرى ممكن انه تمشيها، ما راح امشيكم بها هواي لانها خاص بالجزء العملي. المقدمة على البروتين والبيبتايد، مقدمة على البروتينات والبيبتايد. بما انه درسنا الامينو اسيد وهي تتكون من 20 امينو اسيد ترتبط مع بعضها، كل امينو اسيد يرتبط مع الاخر بصوره معينه هاي، وكل ما كل عدد معين نعطينا صفه معينه. فاذا كانت دي اقل من 8 او اقل من 10 ممكن ان يطلق عليها بيبتايد لان هي يحتوي على امينو اسيد قليل، واذا كان اكثر من 50 امينو اسيد ممكن يطلق عليه بروتين. فبهاي الحاله نقدر نصنف البروتينات والبيبتايد according to the number of amino acid. 20 amino acids are commonly found in the protein. These 20 amino acids are linked together through peptide bond. ترتبط مع بعضها بالأسرة البيبتيدية to form peptides and protein. شنو الفرق بين البروتينات والبيبتيدات؟ واحدة من الأسئلة موجودة عندكم. The chains containing less than 50 amino acids are called peptides, while those containing greater than 50 amino acids called protein. هاي حتى نفرق البيبتايد عن البروتين. Peptide bond formation. A carboxyl group of one amino acid اللي هو يحتوي على chain R1 form a covalent peptide bond. فإذا كانت عندنا 2 amino acid مرتبطة مع بعضها راح نطلق عليه dipeptide، وإذا 3 amino acid راح نطلق عليه tripeptide، وهكذا. هاي بالنسبة للبيبتيدات. إذا يعني راح شنو العملية راح تصير إذا ارتبط amino acid مع amino acid آخر؟ راح تصير عندنا عملية يطلق عليها dehydration، ما شاء الله قلوا العدد. dehydration. هاي dehydration معناته سحب جزيئات راح تصير dehydration معناته سحب جزيئات ماء مع من بعضها. مسح جزيئات ماء راح يصير عندنا البيبتايد، راح تتكون اثر البيبتيدية. راح اجيكم اياها اخر سلايد حتى اوضحها لكم واقول لكم مع السلامة. البيبتايد بوند فورميشن، عندنا هذا امينو اسيد تحفظون وهذا امينو اسيد اخر، فتربط مع بعضها بالبيبتايد بوند. هذا مشيكم البيبتايد بوند. فرض عندنا هذا نريده يرتبط ويا امينو اسيد اخر، اوكي، فتلاقون عندنا حتى نمشي الامينو اسيد او شلون راح نربطها، دائما بالجهه اليمنى راح نخلي الكربوكسيليك جروب، والجيوس راح نخلي الامينو جروب، تمام؟ حتى من يرتبط شوف هنا هسه هذا الكربوكسيليك جروب بالجهه اليمنى، نمشيها بالجهه اليسرى للامينو اسيد الاخر الامينو جروب. زين، فبما انه حتى شنو حتى نقرب مع بعضها شيء هو تخيلي، حتى نسحب منها جزيئات الماء. من راح نسحب منها جزيئة الماء بهاي الصيغة dehydration تلاحظون، فتخيلوا انه هاي انسحبت فراح يصير تلاصق، راح يصير بوند بيناتن بين النيتروجين للامينو اسيد بين الكربون الامينو اسيد الاول والنيتروجين الامينو اسيد الثاني. فتلاحظون هذا البوند اللي صار كربوكسيليك وهنا الامينو جروب، فصار عندنا بيبتايد بوند. فهنا دائما يصير عندنا ترتيب انه الاتش حتى انا جبت لكم سؤال مثلا سؤال ثلاثه امينو اسيد بالتسلسل معين، او اقول لكم سوي لي بيبتايد، فتمشوا لي على هاي المعادله، مو شرط تكون هاي نفس الامينو اسيد الموجوده، فتمشوها وتسوي لي بيبتايد او تسوي لي بروتين.
طب هاي الطريقة الأماني جروب بالجهة اللي هو N terminals يطلق عليه الجهة اليسرى، والكاربوكسيليك أند بالجهة اليمنى يطلق عليها C terminals الطرف الكاربوكسيليك. فدائما الـ H جروب راح يصير للأسفل، أيضا الـ side chain أو الـ R جروب راح يصير لي فوق، ونعرف انه الامينو جروب راح يصير بالطرف الايسر والكربوكسيليك جروب راح يصير بالطرف الايمن، وممكن انه نسوي نربط البروتينات مع سوري نربط الامينو اسيد مع بعضها بازاله مجموعه الاو اتش والاتش من كلا الجزيئتين حتى تتكون لنا البيبتايد بوند. يا حد هنا واضحه شباب؟ نعم دكتورة. أحد عنده سؤال؟ دكتورة. yes. دكتورة يعني أنت ستركتور أنت تطلعنا يا بس مجرد إنه إحنا نسوي ترتيب. الستركتشر انا اعطيكم اياه لان انا مطلبت من عندكم حفظ الستركتشر في حال طبعا ها لو انتم طلاب يعني ما مستعجل الوقت كان طلبت من عندكم حفظ الستركتشر فبس الترتيب تحفظوها وتمشوها على هاي الأساسيات. تمام؟ شباب عندكم أحد سؤال؟